فقدت ساقها في حادثة سير، غيرها كان اكتئب وتقوقع على نفسه. أما الجزائرية نسيمة صيفي فعوضت عن إعاقتها بأن أصبحت بطلة للعالم في لعبتين، رفيق بخوش والمزيد. لم تمنعها رجلها المبتورة أن تصبح بطلة العالم في رمي القرص. يا نسيمة صيفي، محطمة الأرقام القياسية العالمية في رمي القرص لذوي الاحتياجات الخاصة. بديت المشوار تاعي بعد ما صار لي حادث، كان في عمري 11 سنة، كحادث سير في الطريق اللي أدى إلى بطل الرجل اليسرى. من ثم تقدر تقول بدأ المشوار تاعي الرياضي. في الأول الأب تاعي هو اللي دخلني رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، دخلني على أساس أني نشوف يعني معاقين كيما أنا، باللي كاينة مازالت كاين الحياة. ومن بعد حبيت هذه الرياضة، تأقلمت معها ولات جزء من حياتي. اختيرت نسيمة في الفريق الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2005 لتحقق أول تتويج لها بالميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بالجزائر سنة 2005، محطمة الرقم القياسي الإفريقي في رمي القرص والجلة. كان أول تتويج لي كان في البطولة الإفريقية، ما كنتش نتوقع بلي حنفوز على أبطال عالميين كانوا موجودين في البطولة، يعني عملت نتيجة جيدة تما. من تم بدأت تحفيز أكثر وليت نخدم أكثر باش نحقق نتائج أكثر. كان الإحساس الأجمل هو أنك لما تطلع على منصة التتويج وتأخذ الميدالية الذهبية بعد تعب كبير ويعني وعمل شاق، تتحصل على هذه الميدالية وترفع الراية الوطنية من بين 200 دولة، هذا أجمل إحساس. حققت 5 بطولات عالمية، وهي نيوزيلندا 2011، فرنسا 2013، قطر 2015، لندن 2017، وأخيرا دبي 2019. هذه البطولات العالمية اللي تحققت فيها ميداليات ذهبية. وراء نجاحات نسيمة مدربها الذي أصبح زوجها، هو الذي يرافقها في جميع منافساتها بكثير من التحفيز والدعم المعنوي. كنت نشوف فيها بطلة عالمية وكنت نقولها تتربي على العرش تاع رمي القرص وتتحط من الرقم القياسي العالمي. كانت هي صغيرة وكانت عندها الطموحات وكانت عندها إرادة قوية اللي هي حفزتني أنا كمدرب باش نكون تاني في المستوى تاعها. الأزمة تلد الهمة، فرغم الظروف والصعاب شقت نسيمة طريقها نحو النجاح لتصنع اسماً من ذهب في ميادين ألعاب القوى. رفيق بخوش، صدى الملاعب، الجزائر.